لعب أحمد زبنة كان مسرحا لمباراة مولودية وهران وشباب قسنطينة التي شهدت توافدا كبيرا للأنصار. الفريقان دخل مباشرة في اللقاء وحاول كل جانب ربح معركة الوسط ومباغتة الخصم منذ البداية. أول تهديد للحارس سيدريك جاء بأقدام لاعب مولودية وهران فريد بن عباس إثر هذه الركنية. مهاجم شباب قسنطينة بهلول لم يستغل هذه الهفوة الدفاعية وأنب عن الحارس زحمان القائم في هذه التسديدة. مولودية وهران حاولت التحكم في زمام الأمور واصطدم مهاجمها بسمات الدفاع المنافس الذي عرف كيف يشل محاولات الحمروة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة بيضاء. المرحلة الثانية فرضت المولودية سيطرتها وصنعت عدة محاولات عن طريق نساخ بهذه الرأسية، ثم بنيط الذي تألق الحارس سيدريك في التصدي لها. مهاجم شباب قسنطينة بولمدايس لم يستغل هذا الخطأ الدفاعي الذي استدركه الحارس دحمان وأنقذ مرماه من هدف محقق. دخول المهاجم ياسين بزاز أنعش القاطرة الأمامية للسنافير، ولكن جل المحاولات لم تأتي بالجديد لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي.